مرقني مرقني يا معلم، لا تدعسوني لا تدعسوني لا تدعسوني لا تدعسوني. ماشي يا ابو حدو، عم يسوق سوق منيح يا ابو حدو. يلا كيفكن؟ نحن هلا عم نشوف وعم نصور وعم تحضروا الحلقه ما قبل الاخيره من شوفي بموسمه الثاني والاخير لحد الان، يعني المفروض انه هو الاخير لحد اليوم. حلقتنا ما قبل الاخيره. وين نحن موجودين وشو رح نحكي بهي الحلقه الختاميه؟ طبعا لكل محبي البسكليت، الاشخاص تعودوا عليها، بدي اقول لكم انه حندعس. روح معلم روح، ايوه الله يرضى عليك. يلي بيحبوا هالبسكليت لازم هيك الله اكبر يتودعوا منا شوي، لانه هذا الظهور الاخير من غير شرب البرنامج. ليش؟ لأن الحلقه الجايه اللي هي الحلقه الختاميه ما راح تكون معنا البسكليت، لانه بس تحضروا الحلقه الجايه بتعرفوا ليش ما راح تكون البسكليت. بالختام او قبل الختام رايحين لمكان ما صورنا فيه ولا حلقه لحد اليوم للاسف، بالرغم انه موسمين طوال كانوا بنشوفي مكان انا كثير بحبه وارني انا جدا بحبه وبتعني لي. رايحين نصور بالقصاع نختم الموسم الثاني والاخير بنشوفي بموضوع جديد ومن القصاع. شو حنحكي بالقصاع هلا؟ حنترك هذا لحتى نوصل على القصاع. ونحن طبعا واقفين على الاشاره مضطرين نوقف مثل الشاطرين، لانه نحن ما فينا نخالف السير. ضوء الاشاره كثير منيح، برافو. فانا حروح كمان على القصاع وبشوفكم هنيك. نزلوا على الفاصل. لكن عم نصور الحلقه ما قبل الاخيره من شوفي بموسمه الثاني والاخير. والموضوع الاخير، يعني هي الحلقه ما قبل الاخيره، ولكن هذا اليوم اخر موضوع رح نحكي فيه من مواضيعنا اللي كنا عم نحاول نسلط الضوء عليها. الحلقه الجايه رح يكون محتواها وشكلها شوي مختلفين عن العاده، فانطرونا الاسبوع الجاي لحتى نشوفوا شو رح يكون ضمن فيه ضمن شوفي. موضوعنا الاخير اليوم حنحكي عنه بعد ما تسقط هي القطه اللي بدرش عم بيصير معها هون. هو شبكي شوفي يا ماما، والمخرجه مبسوطه وعم تصورها، يعني فرحانه قوي انه يعني اوكي حنحط اسمك بالشارع ما تزعلي. خلاص خلاص طيب ماشي الحال. اليوم بدنا نحكي بموضوع عم نعاني منه صار لنا سنين، ومع وجود السوشيال ميديا صوت صوت الميتورات هو البطل المطلق بحلقات شوفي. ومع انتشار السوشيال ميديا ودخولها لحياتنا بشكل كبير صرنا عم نعاني منها بشكل اكبر. اليوم بدنا نحكي عن موضوع كثير مستفز ومزعج ومخيف ومؤذي ببعض الحالات، اللي هو الشائعات وانتشارها وكيف المجتمع بيتعامل معها. فلاش باك تاريخية، الشائعات شو هي الشائعات وإمتى بلشت أول مرة الشائعات؟ طبعاً هي مبلشة من منذ عام الفيل كثير من زمان، ولكن إمتى صار الشائعات علم وصار مطلب وصار في أشخاص مختصين نفسيين واجتماعيين وعسكريين بيتدخلوا بتصنيع الشائعة؟ هذا الشيء بلش بالحروب العالمية الأولى والثانية، لما صارت الدول أو خلينا نقول المحاور المتصارعة تلجأ لتأليف شائعات وبثها لدول المحور المعادي، كرمال هن يأثروا على نفسيات الجنود، ينفسوا على نفسيات أو تكتيكات القيادات السياسية والعسكرية، لحتى الشعب يصير عنده إحباط ويخاف من الفشل والموت وغير هي التفاصيل كلياتها. فصارت الشائعة، أصلاً بيقولوا الحرب خدعة يعني، فصارت الشائعة بوقتها مطلب ضروري وأساسي، بلش من الحرب العالمية الأولى والثانية. طيب إذا نحن نحكي بعلم الشائعات اللي هو صار في مثل ما قلت لكم علم وفي أشخاص مختصين بيوقفوا وراء تصنيع الشائعة وإطلاقها، الشائعة تصنف لثلاث أصناف أو ثلاث أنواع. عندنا الشائعة الذكية، الشائعة العامة، والشائعة الساذجة. الجدبة يعني. فالشائعة الذكية هي الشائعة اللي بيتم مثل ما بيقولوا دس السم بالعسل، بتكون كثير ذكية، كثير محبوكة صح، بيكون في
كادر متخصص نفسي واجتماعي وعسكري وسياسي وتحليلي و و و بيكون واقف وراها لحتى يرسلها للدول المعادية أو الدول اللي ضدهم لحتى يأثروا على القيادات السياسية بالدرجة الأولى لحتى يأثروا على التكتيكات والتحركات العسكرية، فبتكون كتير موجهة وكتير دقيقة وكتير لازم تكون محبوكة. صح، ننتقل للنوع الثاني من الشائعات اللي هو الشائعات العامة. بس لك أمي شو صلك؟ ننتقل أنا خايف تهبج، هلا بتهبجك سراج عاد والله يرضى عليك. ننتقل للنوع الثاني من الشائعات اللي هو أنا بس أفهم ليش المخرجة طايرة على فيها. ننتقل للنوع الثاني من الشائعات ما كنت عارف أوصل له، الشائعة العامة اللي هي بيتم فيها استهداف المجتمع بشكل عام بمختلف طبقاته الاجتماعية ومختلف ثقافاته وأجناسه و بيكون الهدف منها بالدرجة الأولى إنه يأثروا على معتقدات هذا الشعب واحدة منهم، أو ممكن يكون لتشويه سمعة شخص أو شخصية اعتبارية بهذا المجتمع، فبتم توجيه شائعة بتمسه لكل المجتمع بيسموها الشائعة العامة، بيكون انتشارها يعني يتراوح بين متوسط لجيد. نجي بقى للنوع الساذج والنوع الشائعة الساذجة اللي هي مصيبتنا للأسف، اللي هي يعني تصور نحن يعني نحن ما عم يعني لو عم نعاني من الشائعه الذكيه كنت قلت لكم انه يعني اوكي الشائعه العامه بقول لكم انه ماشي الحال. نحن مشكلتنا بالشائعه الساذجه، نحن شعوب ودول تتاثر بالشوائع الساذجه اللي هي بيطلقها مين ما كان وشو ما بده بيقول، بينزل بميزان ما بيطلع بأبان، شو ما بده بيقول هو بيقول وبزيد حكي بالهواء. وطبعا هي الشائعه ممكن تسقط دغري بارضها، ما حدا يشيلها من ارضها لانه كثير حيحسوها غريبه، وممكن تنتشر انتشار مرعب تصير واحدة من مسلمات الشعوب وواحدة من أساسياتها اللي ممكن أصلاً تتراكم معهم عبر التاريخ وتصير من يعني مسلمات متوارثة عبر الأجيال بتصير، لأنه في حدا بالزمانات لحش كلمة غير مسؤولة غير قاصدة ومشيت بين العالم. فهذا هو نوع الثالث اللي نحن عندنا مشكلة حقيقية فيه بدولنا وبمجتمعاتنا اللي هو الشائعة الساذجة. مرحبا، أهلاً. كيف صار هذا فيسبوك ولا شو عم تعمل؟ لا والله عم بحسب شغله. طيب ماشي، مرحبا. لا ولي بخوف اقعد اتصرف معك اسرع عليك. يا لطيف يا لطيف خلص طولي بالك طولي بالك خلص تشهر روايح ظريفه. ليش تضحك ليش تضحك؟ خجلانين. وش حياه؟ انت حتصير باخر المحل مع 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 يطولك المايك بعدين. كيفكم؟ تمام الحمد لله. شو الاخبار؟ الحمد لله تمام. لو سهلا في زبائنكم زباين؟ اي خاف نتسلى لو ما يجي زباين. امين والله. مصاري بدي مصاري. هاي مصاري مهمين. ها خلص يعطيك العافيه. محرزين الفينات الفينات اعطاني محرزين. طب حزين شو تعطيني نص كل هالتعب اعطيني نص وما اعمل معك لقاء. شو اخر شو اخر شو اخر اشاعه سمعتها؟ هيك ما بعرف ماني متذكرة. برشلونة أنا عم يربح بالدوري. شو عم يخسر؟ ايه مالي يعني ترى ما عم تابع، بس الريالين حيزعلوا منك. ما سمعنا أي شيء. ليش وين عايشين أنتوا على عايشين هون؟ بس أنا ما عندنا وقت نضل على الفيس، عم نشتغل لأن ما بعرف ما بسمع شيء. شو يعني أنت على فيسبوك خبرية كذب؟ ما بيهمني بليرة. التواصل كله كذب، إذا ما كان خبر موثوق من شغله موثوقه من صاحبه ما بتحسن تثق فيه. سمعت الإشاعة تبع غرامه البوسه بالجناين 500 ليره؟ لا لا هي اول مره والله بسمعها. عن جد ما سمعتوا فيها؟ والله لا كمان البوسه صار إلى سعر لا ما بسمعها. عيب عيب هي. ابراهيم انت ما سمعت هي الإشاعة؟ يعني ما والله العظيم هي الإشاعة انطبقت فيها. ايه تماما. ما عندك فيسبوك؟ فيسبوك بلا فيه في فيسبوك ايه كثير حكوا عنا على الفيسبوك في اشاعات كثير يعني. اوكي انتوا امتى اجيتوا على سوريا؟ بس انتوا واصلين انتوا وين كنتوا عايشين قبل؟ ما بتهمني ما بت والله فهمت بس ما سمعتها ما دريت فيها سمعت ايه طبعا اعطيني على نسقه شو اخر شغله هيك سمعتها كذب يعني كذبات الفيسبوك كذبات السوشيال ميديا ما في متابعه للمشاكل ما بعرف الله اكبر ايه لك واخيرا الحمد لله طلعت حدا سمعها كنا نحكي فيها هلا طبعا رانا لنا بالحديقه قبل شوي عم شفتوا اذا معكم 500 ولا ايه تفهمنا هاي شغلات عيب ما لازم ينحكى فيها الأمور مين مطلعها هاي هاي عالم فاضية ورايقة بتطلع تطبع فواتير تطبع شغلة عم تتسلى عالم عم تتسلى من دقيقة خلقها طيب لما نحن نسأل ليش بتطلع الشائعات بالدرجة الأولى يعني شو السبب اللي بيخلي الشائعة تطلع عندنا السبب الرئيسي اللي صار فيه قولبة للشائعات من خلاله وتوجيه ودراسة له اللي هو
التأثير على بحالات الحروب وبحالات لأهداف سياسية ولأهداف اقتصادية بين الدول، شيء عم نحكي على مستوى أكبر من الأفراد صرنا عم نقول. وهذا الشيء بصراحة يلي للأسف نحن مرينا فيه بشكل كثيف وغريب ومرعب، وموبايلي عم بيرن ونفس الشخص دائما هو نفس الشخص دائما كل مرة بيرن الموبايل هو أنا عم صور الحلقة. الفكرة أنه نحن بسنوات الحرب يلي مرقت علينا تعرضنا وشفنا كم ضخ الشائعات والكذب والفبركات عن طريق وسائل الإعلام المختلفة بشكل لا يصدقه عقل، والكل صار عنده تجربة مع هذا الموضوع، صار كل بيتذكر قديش كان نسمع قصص وحكاية كان ثلاث ارباع يمكن مو صاير من أساسه، مو تم تضخيمه ولم يحدث من الأساس، ولكن سوقت لنا وجهت لنا على أنه هي أمور وقعت وصارت فعلا. هلأ بوقتها كان في أشخاص يمكن بساطتهم خلتهم ينقادوا ورا شيء من هاي الشائعات، يمكن بوقتها كان في الوضع كان جديد، يعني كنا بحالة جديدة، نحن بحالة حرب وشكل حرب مختلف ما مر علينا من قبل، فالواحد ممكن يسمع أي شيء يقول أوكي يمكن يصير، ما أنا هذا الوضع اللي أنا فيه ما بعرف عنه شيء، بحياتي مو مر علي، بحياتي مو سمعان عنه، فممكن يصير يصدق أي شيء. ممكن بوقتها ناس كان في ناس تتبنى شائعات حتى لو ما هي متأكدة من مصداقيتها لأنه بتناسب هواها، بتناسب تفكيرها، بتناسب توجهاتها، فأي قصة بتدعم هي القناعة اللي عندها إياها بتصير بتسوق فيها. طيب هذا الشيء نوعا ما شبه اختفى، يعني اليوم مع السنوات أو الفترة الأخيرة من الحرب، مع توسع رقعة الأمان اللي احنا عم نعيش فيها، مع عودة فرض سلطة الدولة والجيش العربي السوري على الأماكن، ما عاد في اشتباكات عنيفة الواحد يقعد يسمع عنها إشاعات وكذا، هذا الموضوع شوي عم يتراجع. بس بقى منجي لا على المقلب الثاني لما نكون احنا عم نحكي على اشاعات السوشيال ميديا تحديدا، رح ننزل من مستوى اشاعات بتخص امن دوله بحاله واشتباكات وتسريبات عسكريه وخطيره ومخيفه، رح ننزل لشيء اصغر بكثير يلي هو هاد صاير مشكلتنا الحقيقيه، يلي هو هاد هو بقى فعلا هو الشائعه الساذجه، اللي هي إنه أي شخص بيكتب أي شيء بده إياه على فيسبوك تحديداً لأنه هو الأكثر انتشاراً بين السوريين وبتسوق السيرة بين العالم. كثير بنسمع قصص، يعني شيء بنسمع شيء متعلق بسعر صرف الدولار إنه خلال أسبوع سوف ينزل ما دون 100 ليرة، شيء بنسمع إنه شيء عن مواعيد تسليم البنزين أو دور المي أو أي أدوار معينة بيحطوا فيه مرات محطة جداول ونزل على فيسبوك جداول افتراضية الناس تنزل توقف ما في شيء لأنه بالأخير هي صفحة إكس لنزلتها مو صفحة معتمدة، ضحكوا على العالم ومشيت السيرة. نسمع نشوف صورة ولد أكل قتلة، هذا الولد إحنا ما بنعرف هو مثلا من سوريا من موزمبيق من أمريكا، وبيحطوا إنه معلمة بأحد المدارس ضربت هذا الولد وبدري شو على الجميع التحرك وين الرأي العام. آخر شيء سمعناه هو موضوع 500 ليرة اللي هو تسعيرة القبلة بالحدائق العامة اللي كل السوق يعني كل الناس مشيت فيها والفيسبوك غرر فيها وعلى ميمز وعلى نكات وعلى تقريئات على الفيسبوك، بالآخر طلع الموضوع هو ما له أي أساس من الصحة. وهذا لسه نحن طبعاً ما فتنا بجزئية تبع أرسلها ولك الأجر علق بنقطة ليصلك كل جزء، يعني هنا ما حنفوت بهي الجزئية إنه هي شوي يعني أسلوب ترويجي أكثر منه بيعتمد على الإشاعات، ما حنفوت بهي الجزئية، حضل بموضوع الأخبار اللي هي ما لها أي أساس من الصحة بنشوفها على فيسبوك والناس تنزل تشير ومنشنز وكومنتات وكذا، وهون بيكون وصل مطلق الشائعة لمبتغى. يعني لما نحن نرجع للشائعات الذكية اللي احنا عانينا منها بسنوات الحرب ببداياتها، كان في توجه واضح هو ضخ إعلامي لفبركات لخلق شق بالمجتمع السوري، لحتى إنه في أجندة مرسومة عن طريق الإعلام، أوكي هذا عرفنا. الشخص الأدمن تبع الصفحة اللي فيها 10,000 زلمة وبيبلش ينشر هاي القصص اللي ما لها أي أساس بالصحة، شو هدفه؟ هدفه ببساطة هذا الشخص هو أكيد ما هدفه إنه هو يدمر المجتمع ولا إنه هو بشكل أو بآخر عم يأذي العالم، هذا الشخص هو هدفه ببساطة شديدة إنه هو بده يكبر صفحة الفيسبوك تبعه، بده يجيب تفاعل أكثر، فلما هو بينزل لك خبر عن الدولار بوقت الناس اللي هي بتكون بهمها هذا الموضوع وعم تسأل عن هذا الموضوع بده تشوف شو عن هذا الموضوع، بيستغل بساطة البعض وتصديقهم لأي شيء إنه شير هذا البوست وحيوصل سعر الدولار لمدري وين. فالناس بتشير وناس بتعلق وناس كذا والصفحة بتكبر. المشكلة إنه الصفحة بتكبر يعني وبيوصل لمبتغى بسهولة كتير شديدة.
كيف بتعرفي تميزي اذا هذه عم تقري المعلومات اللي عم تسمعيها وعم تقريها صح او غلط او مزيفه او مضبوطه؟ هلا شوف، اللي ما بيعرف هو اللي مو عايش بالبلد. اوكي، حبيت الجواب. حسب القصة يعني، أوقات القصة يعني ما بتدخل بالراس. ما بتصدق. ايه ما بتتصدق. هلا حسب أنا شو بفهم منها للمعلومة، يا بعلق صح أو بعلق غلط. مثلا إذا بكرة مثلا إذا قريت الشيء مثلا والله حيصير سعر صرف الدولار أول أسبوع أقل من 100 ليرة مثلا. لا ما بتصدق. عادي. بتحسي إنه الموضوع فيه إنه. يعني باين. هلا لازم يكون شغلة موثوق منها، المصدر أهم شيء، المصدر من وين طالع هي الإشاعة. إذا أنت قريت شيء على فيسبوك وأنا مصدر ما بت... لا لا ما بوثق فيني. هاي ليش بدي، شلون بدي أوثق فيه؟ مين هو؟ مو صاحبي بالعقل. يعني مثل شو في شغلة قريتها حطيتها بالعقل مضبوطة؟ يعني ها شفت شلون ما عم طلع بالكاميرا أم طارت من إيدها؟ في شيء واقع في شيء مو واقع. يعني هيدا 500 هيدا 500 البوصه صدقتها لما نزلت. هلا مو دغري صدقتها، شافت عيني اكيد صدقت. بس قريت على الفيسبوك الناس عم يحكوا عنها. ايه صدقتها اول مره؟ لا يعني الوهله الاولى لا، بس بعدين يعني بعدين صدقتها. ايه طلعت كذب هي بالاخير. ايه ما بعرف ايش طلعت الصراحه. لا هي طلعت كذب بالاخير. يعني صعب نحكي انه اشاعه. فكرنا اوكي فكرناها مسخره يعني بالاول، بس هي طلعت عن جد مسخره. فكرناها مسخره بالاول بس انه بس مشوا فيها العالم انه فكرناها جد، بس بعدين طلعت. ايه اوكي. يعني انا لبسها لك عده محط بعده شغلات وبنزل فيها بوستات كلها كذب. مثل السي دراما حتعرض افلام جيمس بوند. ايوه ما بتزبط الامور. 90% كذب، لا تصدق. اذا مو الخبر موثوق 100% ومن المحل المصدر الموثوق لا تصدق. وبحسب الإحصائيات والمقالات اللي بتنكتب على أكثر المناخات أو أكثر الترب الخصبة لانتشار الشائعات لتزدهر فيهم، طبعاً نحن نحتل المرتبة الأولى كعرب ودول عربية بسرعة أو سهولة التأثير علينا بأي إشاعة وسرعة انتشارها. ليش؟ لأن الأسباب معروفة، لأن للأسف الشعوب العربية حالياً هي من الأقل ثقافة، من الأقل وعياً، من الأقل قراءة. الشخص اللي غير قارئ وغير مثقف وغير مطلع صعب انه هو يميز المعلومه الكذب من المعلومه الصح. يعني ما راح يكون عنده محاكمه عقليه قويه تخليه انه هو يقدر يقول لا انه هذا الشيء ما بيصير او انه هذا فيه وجهه نظر. بلس انه الشخص المطلع والواعي والمثقف لما بيوقع بهذا المطب مره فهو راح يكون عنده اكتسب مناعه من ما انه ياكل هذا الكم مره ثانيه. خليني اقول صحيح، شفت شلون معي حق. الفكره الثانيه اللي بدي اقولها بهذا الموضوع هي كمان نحن هلا هو ما بعرف هذا الموضوع له علاقه بالعرب بشكل اساسي ولا هي الشخصيه الموجوده في كل مكان، بس موجوده عندنا كثير. يعني هي شخصيه الرجل الجوجل. مين هذا الرجل الجوجل؟ الرجل الجوجل هو هذا الشخص اللي بيعرف باي شيء، حتى لو هو مثلا يعني قد لا يكون مثلا انه لا يوحي او مثلا هو ما يعني ما في انسان بيعرف اي شيء، وهذا الشخص بالضبط تطلع فيه تقول انه هو يعني شكله ما بيعرف يعني او كذا، بس هو لا بينه وبين حاله عنده ثقه تامه بحاله انه هو بيعرف بكل شيء بالحياه. فهو اول ما يسمع اي شائعه او كذا طبعا هو بيتبناها وبيصدقها وبيحللها. يعني هو مثلا تقول له انه والله بدري شو انقطعت البطاطا من السوق، بيقول لك ايه طبعا، ما لانه السوق الهال مرقت كان مسكر والتجار كلهم مدري شو عاملين، بعدين هي البطاطا منين تجي؟ بتجي من السودان، والسودان لا. يعني هو بتبنى بقى وبيجي التحليلات وبتجي خلص. هو واثق بمعلوماته ولا تناقشه، هو بيعرف شو عم بيقول. يعني هو انت زبدي يا صيدي، منين ما رنيته برن. فكمان هي الشخصيات بتساعد بان تنشر الاشاعات اللي تتبناها وبتصدقها وبتدافع عنها، لانه هي بحاجه تظهر انه هي شخص ذكي ومثقف وفهمان وواعي، حتى لو كان ما بيعرف اي شيء عن الموضوع اللي عم بيحكي فيه، بس هو لازم يقنعك. كيف بده يقنعك؟ بانه يدافع عن اي وجهه نظر بيسمعها يتبناها ويتبجح فيها. فهذا الشخص يعني اقتلوهم قبل ان يتكاثروا. مدام هنادي كيفك؟ هلا شو الاخبار؟ تمام الحمد لله. عم نحكي اليوم عن الشائعات، قديش الناس بتداولوها وقديش بيحكوا فيها. خلينا نبلش باول الموضوع، مين الشريحة العمرية أو الاجتماعية أو الثقافية اللي هي تتأثر أكثر شيء بالشائعات وسهل الواحد إنه يقنعها إنه أي كلام ممكن ترى ممكن تصدق؟ الشخص الذي يتأثر صاحب الرغبة بالموضوع اللي أثيرت حوله الشائعة، لأنه هي الشائعة تعريفها شو فينا نقول؟ الشائعة هي خبر أو معلومة زائفة
حدا اصطنعها بقصد انه هو يثير اهتمام الاشخاص اللي هن بيهتموا بهذا الموضوع، سواء كانت شائعه بخصوص مواضيع الدراسه او السياسيه او الاقتصاديه. فالشخص الذي يثير شائعه هو بيستقطب هي الفئه اللي هي بهمها هذا الموضوع. ما فيها تكون مثلا الفئه انه هي مهتمه ولكن بتقدر تميز الشائعه يعني. صح. اي انا هذا قصدي انه بيلعب عده عوامل انه نحن كيف نميز هذه المعلومه صادقه ام كاذبه. اول شيء بنقدر نقول الاطفال هم اكثر تاثرا بالشائعات. منجي لشريحة أخرى هي مثلاً منقدر نقول الأشخاص المنخفضي الثقافة بالموضوع وليس منخفضي الثقافة بشكل عام. دراسات بتقول المرأة، ولكن في السابق هي كانت أكثر تأثر مثلاً بالشائعات بحكم أنه حياة المرأة بالسابق كانت هي فقط بالمنزل. طبعاً. فأي شيء بيجيها خبر من الخارج أو من التلفاز هي بتقدر تتأثر، ولكن هذا الشيء اليوم عم بيختلف نوعاً ما. الحياة تطورت اليوم، أسلوب وصول المعلومة صار أسرع، ولكن إذا بنقول الشرائح هي الأطفال ومن ثم النساء، بعدين الأشخاص اللي بعيدين عن هذا الموضوع والأشخاص اللي لهم رغبة بهذا الموضوع إنه يصير أو ما يصير. طبعاً مهتمين فيه. طيب اليوم نحن لما بدنا نقول إنه صار في شائعة وفي شائعات بتضرب يعني. صحيح. يعني بتنتشر انتشار مرعب. صحيح. شو يعني بيخلي الشخص أو الأشخاص يحكوا يتناقلوا قصة هن يمكن ما لهم متأكدين من يعني هن لا أثيرت عبر تلفزيون لحتى نقول، لا مثلاً أروى بالصحيفة، لا أروى على موقع علمي خليني أقول، أروى على فيسبوك سمعوه من الجيران. شو اللي بيخلي الناس عندها الرغبة بتتناول هي السيرة وهن ما بيملكوا الحقيقة تبعها، مو متأكدين إنه هي صح أو لا؟ شيء بيلعب كتير عامل أساسي بالنسبة لإثارة الشائعة وكيف هي بتكبر هي مشاعر الشخص. إحنا بنعتبر مشاعر الخوف هي أكثر مشاعر بتأثر على الأشخاص اللي عندهم تأثير بالشائع. كل ما الإنسان كان هو عنده خوف زائد أو جانب الانفعالي عنده غير متوازن قدرنا نحن نأثر عليه. لاحظ نحن بكتير إشاعات صارت عنا، كتير في شائعات بتروح على موضوع التهديد. أنا وقت حط الإنسان بموضوع تهديد خوفه على حاجاته الأساسية، على الأمان، على أي شيء علاقات بقدر أملكه للشخص. نلاحظ دائماً هي شائعة بتعتمد على الجانب الشعوري، على جانب المشاعر، هي ما بتستهدف الأفكار، لأنه المنطق نحن إذا بدنا نحكي بالمنطق نحن ما منصدق الشائعة. تمام. هي أحد النصائح نحن اللي منقدمها للأشخاص إنه منطق الفكرة، ابحث عن مصدرها، تأكد من مصدر هاي المعلومة والشائعة من وين إجت. تمام. فالمشاعر هي السبب اللي بتخلي الأشخاص ينجذبوا، ونفس الشيء المشاعر هي اللي بتخلي الأشخاص يشيعوا الشائعة. يمكن لفت نظر، يمكن هن بيشعروا بخوف داخلي. ممكن للشهرة، كثير نحن بنعرف فنانين أو شخصيات مشهورة هن بيختلقوا إنه الشائعة تطلع عليهم. ليه؟ لهون بنقول في تجميع طاقة، نحن بس جمعنا الطاقات من البشر لحنا صار في عملية لفت نظر لهذا الشخص. فالشخص اللي بيختلق الإشاعة يختلف عن الشخص اللي بيستجيب للإشاعة، ولكن بيشتركوا بناحية المشاعر. تمام. حكيت نقطة كثير مهمة إنه الأشخاص بيساهموا بانتشارها، بيصيروا بيتنقلوا بين بعض من خوفهم على مثل ما قلتي حاجاتهم على المعيشة، بيصير بواحد بيسأل جيرانه بده يطمن منهم كذا. فطب كيف فينا نقول لهذا الشخص الخايف إنه كيف فيه إنه هو يقدر نوعا ما يميز هي الإشاعة أو هذا الخبر اللي سمعه هو صح أو لا؟ شو فيه يعمل لحتى يسيطر أول شيء؟ يعني إذا هو أول شيء يتأكد من مصداقية المعلومة، وإذا ما حسن يتأكد وصار بده يتأثر فيه إنه هو ما يخاف، ما يتوتر بهي الطريقة. أول شيء اللي إحنا دائماً بنقول وقت نسمع خبر نتأكد من مصدر هذا الخبر. مثال حنعطيك مثال بسيط إنه الخبز بده ينقطع، فنحن فينا نروح للمصدر الرئيسي للأفران، الشيء قريب علينا بيصدر هاي المادة، ونستفهم من المصدر الرئيسي أو من المكان اللي هو مسؤول عن هذا الخبر. ونحن دائماً وقت تطلع شائعات كبيرة بنلاحظ إنه المصدر الرسمي يطلع سواء انه هو بياكدها او بينفيها. فنحن بندعو كل شخص في مين يتلاعب عليه بالمعلومات ولا يلعب بمشاعره تاكد من المصدر. دائما نحن بنقول شغل المنطق، انه هل من المنطق، او دائما نقول لا تقول فلان قال لي. نحن بنلاحظ انه الشائعه هي لتصل للنهايه بتفقد 70% من مصداقيتها. انا وقت احكي خبر كل انسان بيدرك بيضيف عليه بصمته، تمام، فاخر شيء بتصل 70% المعلومه كلها خاطئه. وهي احد يعني السمات اللي بتتسم فيها الشائعه، انه هي بتطلع ممكن شائعه بسيطه كثير تصل في جانب من شخصيه كل شخص. فنفس الشيء للاشخاص، لا تزيد عن المعلومه وتاكد من مصدر المعلومه. كثير هي نصيحه هامه للاشخاص اللي هن بيتاثروا، وطبعا نحن بنقول فيهم عوارض جسديه بتجي.
في أشخاص بيخافوا، فالخوف بيترافق بأعراض جسدية. أما في ناس مثلا بتسمع المعلومة بتسمعها وبتمشي، بس بالنسبة لهدول الأشخاص اللي عندهم الخوف بيرتفع والتوتر، معلش لمضى مضى من اليوم أنت تأكد من مصدر المعلومة وثقف حالك من هاي الناحية اللي أنت بتخاف فيها منها. تمام تمام، قديش مهم الثقافة كرمال الواحد أنه هو ما بيتأثر يعرف يقارن الأمور. أنا بدي أتشكرك على المعلومات اللي قدمتي اليوم، شكرا كثير لك. وإن شاء الله عن جد في شيء مرة سمعتي شائعة وصدقتيها؟ ما صدقتها وقت شائعت نتائج التاسع. أنا بنتي تاسع كانت، فيقولوا اليوم وبكرة ومو بكرة، بس أنا ما صدقتها اللي طلع القرار الوزاري بالفعل. شائعة تبع ضريبة البوصة بالجناية العامة 500، سمعتي فيها؟ شائعة ولا حقيقة؟ لا طلعت شائعة هي بالآخر. ما تحريت عنها. لا هي طلعت شائعة بالآخر، طلعوا الموضوع المحافظة دمشق وقالوا إنه شائعة. شكرا كتير لك. شكرا لك. شكرا لوجودك معنا، شرفتينا. هلا شكرا لك. شكرا. كيف بدنا نحن، خليني نروح على شق السوشيال ميديا، كون نحن هذا هو للأسف منبع الأخبار الأساسي اللي عنا، يعني هي السوشيال ميديا، هي شبكات التواصل الاجتماعي، هدفها التسلية بالدرجة الأولى، ما هدفها تكون إخبارية. كيف بدنا نعرف إنه نميز نوعا ما هي الأخبار؟ هلا خلينا نحكي عن الجهود اللي عم تنبذل بهذا الموضوع. فيسبوك مثلا، فيسبوك صار لنا سنين طويلة بيشتغلوا مع منظمات تعنى بكشف الحقائق، يعني هي المنظمة شغلتها تشوف هذا الخبر كذب أو صدق أو لا. فأنا بيتعاقدوا مع فيسبوك، بيسموهم طرف ثالث، فيسبوك بتعاقد معهم لحتى هن يشيكوا شو عم ينتشر على فيسبوك معلومات، ويشيكوا على مدى مصداقيتها، ولما تكون لا يعني هذا الخبر مغلوط بيخبروا فيسبوك، فيسبوك بتقوم بمحاربة هذا الخبر وحصل البوستات المتعلقة فيه وكل هاي التفاصيل. ولكن للأسف هذا الشيء طبعا بيصير بدول أوروبية وبأمريكا، ما بيصير عنا بالدول العربية، ما عنا أي شراكة بين جوجل وبين منظمات لكشف مصداقية الأخبار، لأنه يمكن أصلا هي ما لها موجودة، ما بعرف. فهذا الشيء ما بيصير بالدول العربية، لهيك نحن نغرق غرقانين بمستنقع الأخبار الكاذبة. واتساب من فترة صرنا نلاحظ أنه أي في مسجات أو أوقات بتجينا على واتساب بيكون جاي براس المسج ترويسي مكتوب اسمه forwarded، أو إنه أعيد توجيهها بالعربي. هاي لحتى تنبهك إنه هاي المسج في هاي المسج ما كتبها صاحبها لإلك، هو مسكها من محادثة ثانية وعمل لها إعادة إرسال لعندك. فحتى هون ينبهوا الناس إنه هاي المسج المعاد إرسالها مو الشخص كاتبها، فهي يمكن تكون شيء فيك، شيء مفبرك. كثير سهل الناس إنه هي تمسك وتبعث وتنشر وتبعث لك، يعني بيجي إنه أرسلها لعشرة فهو بيبعثها لعشرة، فبيعطيك تعليم إنه هي مبعوثة بعث، مو هو كاتب لك إياها، مشان واحد يصير يتحسس من هذا الموضوع. وجدت هي الفكرة من واتساب لحتى توعي الناس أكثر، ننتبهوا هي المسج مو مكتوبة كتابة، هي بس انشرها ولك الأجر. طيب اليوم أنتوا فاتحين على فيسبوك وسمعتوا أي شيء، قريتوا أي شيء على أي صفحة، كثير مهم تكتبوا كومنت. إذا أنتم ما حسيتوا الحديث ما له منطقي، تطلبوا من الآدمن يحط المصدر، يعني بكومنت إنه أوكي يعطيك العافية، وين المصدر؟ إذا ما كان الموضوع في مصدر مرفق، في المعلومة في مصدر مرفق، لينك موقع أو شيء إنه هو منين جاب هاي المعلومة، فأنت مالك مضطر أبدا لحتى تصدقه ولحتى تأخذ بهاي المعلومة. شغلة تانية، لما نحن ندور على معلومات على النت ختاما، ما ندور بالعربي. لما تكون المعلومة طبعاً نحن بدنا معلومة دقيقة ومعلومة هيك شوي فيها تفاصيل وهيك، فما ندور على باللغة العربية. مواقع اللغة العربية شوي قلال الموثوقين فيه، ولكن قلال، الأغلبية هن شوي ما لها موثوقين. حتى ويكيبيديا بالعربي هي موقع، حتى ويكيبيديا بشكل عام هي ما لها موثوقة إنه في إمكانية وإتاحة التعديل من قبل المستخدمين، بيفوتوا بيعدلوا على المعلومات اللي فيها. ولكن باللغة العربية الموضوع أشنع، لأن ما في مين يدقق وراهم. بالإنجليزي بيعدلوا في أوقات جهات مدققة بتدقق الموضوع كذا، بالعربي ما في مين يدقق، كله بيصح له يعدل ويترك الشيء مثل ما هو. فحتى ويكيبيديا هي مو مصدر للمعلومة، مصدر حقيقي أو مصدر موثوق. فلما بدنا ندور على معلومة كتير بتهمنا وكتير دقيقة وفيها تفاصيل، الأفضل والأسلم ندور ضمن باللغة الإنجليزية بمواقع إنجليزية، لأنه بتكون مصداقية بالأخبار فيها، ونقل المعلومة بيكون أسلم وأفضل. قدي نسبة المعلومات الغلط برأيك اللي تقراها على فيسبوك؟ كتير. يعني أعطيني نسبة مثلا 50%. هلا بالفترة الماضية عم تتجاوز 70%. كان شيء 50% أو أكثر، ما بعرف. بيكون غلط أكثر من 50%. 50%، 70%. 70% كذب؟ لا صح. 70% صح. صح. إن شاء الله يكون الفيسبوك هيك منيح. يعني هيك وهيك، في شيء صح وفي شيء غلط، مو كله يعني بسق فيه أو ما
انه بعطيه تعليق انه هذا صح الحكي. 70% 70% كذب اكيد. 90% 90% طبعا 90% لك. هلا انا بحسن ساوي لك 20 فتنه على الفيسبوك. فيك تالفي لي اشاعه هلا؟ هلا لا ما ماني شاطره بالاشاعه. اي شيء اي اي معلومه كذب قولي لنا اياها. حطت بنايه من شوي هنيك. ما بعرف والله. ساوي لنا واحده هلا. هلا ساوي لك واحده. ساوي لي واحده هلا. اني تلفزيون انتو؟ نحن سي بي سي دراما طبعا مصر. يعني سي بي سي دراما هلا بدنا يحطوا هاي افلام جيمس بوند. نحن بنحط. طيب هلا هي شو استفدت انا منه وانت شو استفدت منها؟ ما بتزبط. طيب ماشي. هو صدق رح سي بي سي دراما اوكي. يعني هلا مثل ما بقول لك هلا ستيف بيقول لك مثلا حط العطور ببراد بيزبط. ما زبطها. ما بيزبط صح؟ ما بيزبط. والله انا بعرف انه بيزبط. كل العالم بيقولوا ايه بالبراد هي ما بتزبط مثلا. اذا بتحطها ببراد بضل ريحتها مدري الزيت تبعها مدري شو بيصلها. لا 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 هي ابدا. ما شفت استفدنا طالما معلومه من هذا اللقاء. في محل شاورما هون عم يبيع ب 100 ليره. شو واضح انه بيحط بطنه يعني. ما لا ما اخترع اي معلومه. ما هي اي كلام يعني اخترع لي شيء. ما في. طلع علي اشاعه. طلع علي اشاعه. طلع علي اشاعه. طيب ماشي. طلع لي مرتشي لما اخذتك بصراحه. قول لي مرتشي. بالختام رجاء 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 شويه وعي شويه تحكيم للمنطق بنقرا اي شيء وهيك يعني. خذوا اسهل قاعده بهذا الموضوع. اي معلومه مرفقه بشيرها او انه علق بنقطه او كذا فدغري انت حط 99% هي المعلومه مضروبه. هي يعني نصيحه ذهبيه اسهل نصيحه تطبيق. اي شيء في علق نقطه شير كذا مزا هذا مضروب دغري. اعمل سكيب وروح اقرا شيء ثاني. فلا تسمحوا لاي حدا انه يستخف بتفكيرنا. لا تسمحوا انه هو يستغل بساطتنا. لا تسمحوا انه هو يقنعنا باي شيء عم يكتبه لانه لم نعرف مين عم يكتب ولا نعرف شو قصده باللي عم يكتبه ولا منين جايب الحكي اللي عم يكتبه. فالفيسبوك مو مكان للحصول على المعلومه ولا الثقافه. وان كان فبشروط وضوابط معينه نتاكد انه اللي عم نقراه هو عن جد مزبوط ومو اشاعه. انا هون كون خلصت الحلقه ما قبل الاخيره. نشوفكم الاسبوع الجاي اذا الله راد بالحلقه الاخيره. نشوف عن شو بدنا نحكي بالحلقه الاخيره. ما في شيء حنحكي يعني حاتركها الحلقه الاخيره لوقتها نشوف شو بدنا نعمل فيها من هون لوقتها. شو هذا اللي وقع من هون لوقتها؟ ضلوا بألف خير ولا تنشروها لانه ما لكم اجر.